كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث والتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير وكتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة هنلتقي مع يمكن واحد من أشهر العلماء في الإنسانية كلها، مش بس ما بين المسلمين. عاش من حوالي 1000 سنة، هو الشيخ الرئيس ابن سينا. ابن سينا كان طبيب وكان فيلسوف وكان عالم بكل مفهوم الكلمة. ولد ابن سينا في قرية قريبة من مدينة بلخ في حاليا اللي هي في أفغانستان. وكان والد ابن سينا من الناس الدائمي الترحال ويتحرك كتير من مدينة إلى أخرى، ورحل لغاية بخارة وهناك التحق ببلاط السلطان نوح بن منصور السماني، وده سمح في هذه الفترة لابن سينا أنه يبتدي رحلة العلوم، فحفظ القرآن وعمره ما كانش لسه 10 سنين، وتلقى علوم الفقه والأدب والفلسفة والطب. بيحكى أنه لسه ما كانش عمره 18 سنة هو اللي عالج السلطان نوح بن منصور السماني، ودي طبعا أصبحت الفرصة الذهبية اللي سنحت لابن سينا أنه يلتحق ببلاط السلطان، ودي اللي وضعت مكتبة السلطان الخاصة كلها تحت التصرف ابن سينا. إنما بالرغم من هذا ابن سينا كان يحب التنقل، يحب التنقل لطلب العلم، فرحل إلى خوارزم وهناك قعد 10 سنين، ثم تنقل من بلد لبلد وراح لهمزان وهناك قعد 9 سنين، لكن انتقل بعد كده إلى سلطان أصفهان وقعد هناك، وهناك كتب كتابه الشهير اللي هو كتاب القانون في الطب. هذا يعتبر أهم مؤلفات ابن سينا، ويمكن أقدر ألخص أهمية هذا الكتاب أنه ظل يدرس في أوروبا حتى أواخر القرن 19، يعني أكثر من 800 سنة والأوروبيين ينهلوا من كتاب القانون في الطب لابن سينا. ابن سينا طبعا ألف كتب تانية كمان، نذكر منها كتاب الأدوية القلبية، كتاب دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية، وألف الفلسفة عدة مؤلفات منها كتاب الشفاء وكتاب الإشارات والتنبيهات. توفى ابن سينا وعمره بس 55 سنة، بس مشوار حياته في 55 سنة كان مشوار كله إنجازات. فعاش ابن سينا الشيخ الرئيس في ذاكرة البشرية كلها، آثاره الفاضلة تضمن له هذه المكانة الخاصة في كل محفل يذكر فيه العلم والمعرفة.